شفتي شو صار؟ من الأول كنت أحكي وقول إنه الناس هون صعب على بنتك تتأقلم معهم، وحضرتك ما كنت تردي علي. ما بقدر سامي، مو بإيدي. عم بتعذب لي ضميري بشكل ما عم يخليني أقدر نام. هي متعلقة بزهرة بشكل مو طبيعي أبداً، حاسة إنه قلوبهم عم بتدق مشان يرجعوا يلاقوا بعضهم. إذا بتعرف، إذا بتعرف ساعتها رح تخلينا نخسر بنتنا نهائياً. ليكون هذا اللي بدك إياه أنت؟ بس لو وقتها ما طاوعتك على هالعملة، مو مصدقة شو ساويت. خلصنا حنان، سكري على الموضوع. بكرة منروح من هون وكل شي بيرجع مثل ما كان. اسمعي بقى حنان، بنتك أبداً ما لازم تدرى ولا بيعي شكل عن الورقة اللي إجت من الوزارة شو ما صار. شو يعني؟ ما بدك تخبرها إنه وافقوا لها بالوزارة تكفي بالتدريس؟ لا أكيد ما رح خبرها بهالشي. العادات أكبر منا بكتير يا أخ. مو صحيح، لأنه ما في شيء أغلى وأكبر من ولادك. مزبوط هالحكي، ما فيني غير أوص على حالي أخلص. بقوص على حالي أحسن ما أقتل إلها. أنا ما بقدر أذي بنتي بالمرة، مستحيل أقدر أوص بنتي كرمال أي شيء. عمي، كل هالناس ما بيستاهلوا إنك تفكر فيهم. كيف بدك تقوص حالك كرمال الناس بيصير هالحكي؟ يا أغا هالشي صعب. الناس مسكوا سيرتنا وعم يدوروا فيها. أنت بتعرف اللي ما بيمشي على العادات هون ما أنه زلمة يا أغا. بتعرف هالحكي منيح. شوف هالبنت المسكينة، شوف أنتوا شلتوا خطيتها برقبتكم كرمال هالعادات كمان. زهرة، أنا ما بكرهك صدقيني. كمان أنتي مالك ذنب باللي عملوه. مثل ما أنتي ساعدتيني، كمان الله رح يساعدك وبتشوفي يا أختي. عمي اسمعني الله يخليك، ما دام أنتي متضايق من حكي الناس، خليني أنقلكم من هون أنتي وعيلتك. نستأجر لك شي دكان وبيت صغير على قدكم، شو رأيك؟ فكر وردي لي. زهرة، شكراً كتير. ليه؟ نسيتي مشاكلي كله وصرتي هلأ تحلي مشاكل غير؟ أنت عن جد طفلة أكبر من عمرك بكتير. أنت كمان رجال كتير منيح عمو عزت. سونا وأنا نحن الاثنين مثل بعض، وما بدي يصير معها مثل ما صار معي. ومشان ما يجوزوها كمان وهي لسات صغيرة، لهيك حبيت أني ساعدها. معك حق، خلينا نفوت. صحتين وهنا. وينكن انتو لهالوقت المتأخر هاد يا عزات؟ زهرة وأنا اليوم كان عنا شوية شغلة يا ستي. عم تتدللي زيادة عن اللزوم ورح تنسي شغلك بالبيت. لساتك واقفة هون، روحي ساعدي فاطمة. مرت عمي، زهرة اليوم ما رح تشتغل شيء، تعبانة كتير وبدها ترتاح وتنام. قبل ما تنامي بتروحي بتندهي لجوزك يجي يتعشى. أوام، تحركي. عزات، يلا ابني أكيد أنت جوعان، عود وتعشى معنا. تعال يلا، رايح غسل إيدي وإجي. خير؟ شو بقى؟ غاني؟ شو بقى؟ بابا، أنت منيح؟ منيح منيح منيح، ما فيني شيء، كتير منيح. علي، شوفي بدهم ياكي مشان تتعشى. قوليلن ما بده. اليوم أنا
وعم عزة رحنا لعند أهلها لسونا. عم عزة حكاهم بالموضوع والحمد لله أبوها لسونا سامحه. عن جد عملتوا هيك؟ لا أكيد مو صحيح، أنت عم تقولي هيك بس مشان تواسوني. أنا ما عم كذب عليك ولا بكلمة والله. بعدين إذا مو مصدقني ليك وعم عزة تروح اسأله، وبعرف إنه الكذب حرام وما بيجوز، لهيك أنا ما بكذب بالمرة. نيفين الأكل مطول، شدي حالك يلا. بده شوي والله. تقيلة وباردة مثل شغلة. شو بكون؟ لك عمك رح يموت من جوع يا بنتي. الله وكيلك حاسس حالي هلكان، نتعت بضاعة على ظهري خير الله. على عظم رقبتي قرايبنا محظوظ فيني لأنه شغلني عنده. محظوظ محظوظ. ايه ها هاتي هاتي بنتي هاتي هاتي هاتي. الله يرضى عليكي ما شاء الله. سكبي سكبي بنتي سكبي سكبي، قوي قلبك هلا تبخليه. والله يا عمو بسكب لك من هالشوربة قد ما بدك، أساسا هالشوربة هي العشاء اليوم، دبروا حالكم فيها. بس شلون يعني؟ يسلموا بنتي، عشان شوربة وأنا ميلت عن نفسي بالشغل. يلا قليلي كتر خبز فيها مشان تشبع. الشوربة شو هاد شو هاد يا بنتي؟ صحتين وهنا على قلبك عمي. علي إجا. أهلين يا ابني، تعال. شو نصة يا علي؟ سمعنا أنه ناوي تطلقها لزهرة. ها؟ طلق شو هذا ابني؟ اليوم شفته للمحامي وعلي مخبره بهالشي، هو يلي طالب منه يمشي بالقصة. مظبوط اللي عم يحكيه؟ مظبوط. علي انت بتعرف شو هاد اللي عم بتقوله؟ اكيد انت عم تمزح معنا. يلا قولا. انا ماني عم بمزح يا امي. ايه مظبوط، رح طلقه واذا ما عجبكم بتجوسونا وبسويها ضرتها. حاكيني لا تحط عقلك براسك. عقلي ما كان موجود براسي قد هلأ يا ستي. انقلع من خلقتي بسرعة. علي مرت عمي أكيد هو ما بيقصد يزعلك بالمرة. أصلاً ما حدا نزعه لهالولد غير تربيتك. نزعتي الدلالة بحياتك، ما علمتيه كيف يكون زلمة. حاج نطوطة وربي ابنك مثل رجال. أمي شو أعمل يا ابني؟ ما قدرت من غير أبوكن، ما قدرت، ما عرفت ربيكن منيح لحالي من دون أبوكن. بتذكر لما كنا أولاد صغار كنا نقعد نختار نجمة لحالنا، كان كل واحد فينا بده أكتر نجمة بتلمع. أنا كنت أختارك أنت لتكوني نجمتي. كنت
كنت قل لهم هي هي النجمة اللي بتدلني على طريقي على طول، وأنا رح ضل اختارها دائما، لأنك أنت اللي علمتيني كل شيء، علمتيني الصح من الغلط. أنت أحلى أم بالكون كله يا غالي. تقبر قلبي يا رب. عزت، احكي أنت مع أخوك، أنا ما بيسمع مني قد ما حكيته بلا ما يعمل هالعملة. طيب أمي بحكي، خلص لا تقلقي أنت. يا روحي. عزت، شو؟ من وين جبتوا العهد؟ هدية، في شاب ساعدته هداني يا اسمه حسن. ليش أمي؟ شوفي فرجيني يا يلا. قولك هاد كان لأبوك. ستي أنا رايحة أشوف أمي. أنتوا ما عاد استحيتوا أبداً يا بنت. ما هي هي اللي بتطلع بتشوفها. أمي أنت شو اللي عم تقولي؟ كان إله بزماني أنا عملته بإيدي وهديته للمرحوم أبوك، ومستحيل يكون في بهالدنيا كلها واحد غيره. انت متأكدة؟ متأكدة ابني 100%. والله حسن هدانية ما بعرف من وين جايب. هاد حجاب ابوك صدقني، هاد لجمال. عزت، يمكن يكون ابوك لساته عايش. ابني صدقني، يمكن يكون هاد دليل على هالشي. عزت، خدني هلا لعند حسن لشوفه. لا لا استني لحظة امي. ايه حسن بالسجن بهالوقت، ما بيسمحوا لحدا يشوفه بالليل. بكرة الصبح منروح. دخيلك يا رب، شو ممنونتك على نعمك. يا الله معقول بعد هالسنين جمال يكون لساته عايش. أمي أنا بتمنى يكون أبي عايش وشوفه مثلك ويمكن أكثر، بس ما بدي اياك تتأمل كتير، بخاف عليك ترجعي تتعبي مرة تانية. يا غالي بيخلي لي هالوش يا رب. بكرة الصبح منروح ماشي؟ ايه. عزت بالغرفة عندها قاعدين سوا وعم يحكوا مع بعض، لا تقلقوا عليها. شو صار مع سونا؟ دريتي شي عنا بنتي؟ عزت خبرني شو صار. هو وزهرة حلوا القصة ومشي الحال. مشاكل هالناس هي ما بتخصنا. قليلي انت امتى ناوي تروحي من هون؟ بابا خبرتك اني ما رح امشي من هون، انا في عندي وظيفة بهالبلد. القرار اول ما بيصدر انا رح ارجع على شغلي. شوفي بهية، ليش كان وشك مقلوب تحت؟ مو وقت هالسؤال غانم. عزت وزمرد كانوا عم يحكوا، انا سمعتهم. عزت جاية حجاب هدية، وزمرد قالت انه هالحجاب هاد جمال كان حاطه برقبته لأنه هدية من زمرد. عزت كان حاطه برقبته شفته، بعدين حسيت إني شايفه قبل هلا. والله معقول هالشي. إذا جمال طلع عايش لسه نحن شو بنعمل؟ أخي أكيد مات. لا تقلي شي مالك متأكد منه أنت كمان. إذا طلع عايش شو بيصير؟
إذا بيعرف نحن شو سأوينا ما بننفذ منا. جمال، مستحيل يكون إنه مانو ميت يا بهي شبك. لا مو معقول. ويمكن يكون متخبي كل هالسنين مشان ياخذ بتارو. إذا جمال بيطلع عايش نحن منكون انتهينا وقتها. جمال إذا بيرجع معناته نحن رح نموت أكيد. ولي إنت شو عم تعملي هون؟ عم تتنصتي علينا؟ لا والله، بس شو سمعتي؟ قولي لي شو سمعتي؟ ما سمعت شي من حديثكم بالمرة. أنا سمعت بس اسم جمال، والله هاد كل شي سمعته أنتو عم تحكوا. وشو كمان سمعتي؟ ها؟ قولي لي شو سمعتي غيره؟ ما سمعت أي شي. أنا هلأ وصلت لهون. تركي يا بهية، زهرة بنت عاقلة وذكية. إذا بتقول لحد عن يلي سمعته ولو حتى بكلمة رح يطير راسها من محله. عم تفهمي يا زهرة؟ مستحيل أقول شي. بعدين ما سمعت أي شي غيره أصلاً. بدي روح نام، معلش. روحي. يلا. مستحيل تكون فهمت حتى لو سمعت حديثنا كله. لا تاكلي هم انتي. علي، زهرة، ليش نايمة على الأرض؟ ليش يعني يا أخي؟ ترجيت كتير ستك إنه ما ننام بنفس الأوضة، بس ما قبلت. وأنت بتعرفها منيح، ما بترد على حدا. معقول هالشي لك علي؟ بتنيمها هون على الأرض؟ زهرة يلا تعالي. يلا زهرة تعالي امشي معي. لا ما اعترف دي. يا ربي وبعدين الله حاسس حالي نايم بعلبة سردين. ناقصني اتكسر، والله اتكسر ظهري، ناقصني. ما هادي انا العمى، شو هذا يا ببيتي انا قاعد وماني قدران لاقي تخت نام فيه؟ لا وليك هالبيجامه اللي لابسها كمان تقول ولادي؟ دباركن عندي، ماشي. شو شايفتك على باب اوضتي؟ اوضتك هاي؟ من اول ما فوت على البيت وجنابك قلبي خلقتك فيني، مو هيك وليه؟ فتحي عقلك وافهمي، انا الزلمه بهذا البيت وانتي مرتي، فهمتي ولك؟ شو شايفتك جاية وعم تعمل حالك رجال بآخر الليل؟ انت رجوليتك ما بينت غير لما قتلت بنتك. سدي حلقك، سدي بقى، لا تشتغلي فيني وليه؟ اي بنت؟ بنت مين؟ ها؟ بنت مين؟ اسمعيني منيح، هديك البنت لا هي بنتي انا ولا انا بنتك انت، فهمي بقى. بعد عني. ها؟ بدك يعني بعد عنك؟ مشان تروحي لعندهم وتخبريهم كل شيء مشان يقتلوكي بأرضك وسليمان يموت بدل البنت؟ ها؟ بعد. بعد. اسمعيني، شغلي مخك هذا اللي جوا راسك. من هالليلة ممنوع تحكي معي بجفاصة، وخلقتك هاي ممنوع تنقلب، فهم علي ولك؟ عمي عزات، إذا ستي لورين عصبت مني ليش نايمة بغرفتك شو بقلها؟ اسمعي زهرة، أي حدا بيجي وبيقلك ليش نايمة هون قولي له عزت هو اللي قال لي نام هون بغرفته وبس. ماشي؟
ايه عمتي ايه. يا الله دخيلك، إن شاء الله ما يكونوا شافوني هون نايمة بالغرفة. لا تشغل بالك كتير بالقصة، بلكي الحجاب يلي هداك يا الشاب مسروق، بركي حدا سرقه من رقبته لأبوك. والله بيصير، معقولة الفكرة، وبجوز انتقل من واحد لواحد كذا مرة. عزت أنا جاهزة. أمي، عمي كمان رح يجي معنا ويشوف حسن. أنا خبرته من امبارح بالليل لهلأ ما نمت. بعد كل هالسنين معقول يكون اجا خبر عن جمال يا غانم؟ عزت خبرني امبارح، قلت له ما تتأملوا على الفاضي. ما قصدي شيء، بس يمكن هاد وهم، لأنه هالشي مو معقول. عم قول هيك مشانكم، مشان بعدين ما تتضايقوا. الله قادر على كل شيء. مزبوط، بلكي ربك شفق على حالتنا وحب يجبر بخاطري. شو زمرد مو من حقها إنه تشوف الراحة شوي على آخر عمرها؟ طيب امي، يلا خلينا نروح ونشوف ربنا شو كاتب. صحتين وهنا. يلا أنا بدي روح. ماشي بنتي، لسه الصبح بأوله لوين؟ كنت رايحة على قصر كيرمان أمي، بدي أقول له لعدنان الحمد لله على السلامة، وبدي أطمن على زهرة وشوفها. بنتي أنا يعني خايفة يحكوا لهم معك شي كلمة غلط ويزعجوكي. بلاها، شو رأيك إنه تتصلي بعزت وهو بخبرك شو صار معهم؟ إيه؟ حنان إذا بدايقوها بتحمل حالها وترجع. رح كمل أكلي ووصلك. شبك من عادي، عندي شغل قريب من هنيك، ما فيها شي، بوصلك بطريقي. وين المشكلة؟ لا ما في مشكلة، شكرا كتير بابا، شكرا. ايه امي، بهاليومين ناطرة خبر من الوزارة، فإذا وصلك خبر على أي شي ما رح تخليني انطر للمسامو، تصلي فيني وخبريني دغري. تكرمي يا بنتي، طمنك أول ما الخبر يوصل. خير يا جار، بدك تأجر الدكان؟ ايه والله رح أجرها. من وين جايب هالفكرة الفظيعة هي؟ هالدكان باب رزقك، شو بدك تشتغل بعدين؟ مو ضروري يبقى هون، خلص هون حكوا علينا الناس وظلمونا كتير، ليش لأبقى؟ ماشي بالطريق وراسي مو قدران ارفعه، وبابنا ما حدا عم يقرب، شو بساوي؟ بدي سكر لأنه ما عاد حدا اشترى من عندي من كم يوم.
وشو من شان المصاري اللي إلياهم بزمتك؟ لساتهم بزمتي ورح سددهم، بس انت اعطيني شوية وقت ببلش شغل بهالكم يوم وأكيد بوفي لك يا يعني. بستناك لحتى تنتقل وتروح تزبط بيت وتشتغل. أوهو، وعيش يا قديش عيش، ومن هون لعشر سنين بتوفيني يا هون. شوف قد ما حكيت لك ما رح أصدق شو عمو عزت آغا وعدني إنه يساعدني، وبأقصر وقت رح أوفي لك ديونك. إنه تمشي هيك وكأن شيئا لم يكن ما بيمشي الحال محمود. المكان اللي بدك تروح عليه مفكر ما رح يعرفوا إنه بنتك طلع عليها الحكي؟ هونيك لا تفكر إنه الناس ما رح تشم الأخبار. إذا بده يصير هيك برجع بترك وبمشي. ولأمتى الحالة يا جار؟ ما رح تخلص من هالشغلة لآخر العمر، يعني بدك تضل ترحل لحتى تموت. تعال عود واسمع شو بدي أقول لك يا صاحبي. تسمع مني وبتجوز هالبنت، هيك بتكون خلصت من حكي البشر كلهم، وهم هالديون كمان انزاح من خلقتك. شو؟ شو قلت يا محمود؟ فكر. يسلموا ايديك بابا، عذبتك معي اليوم. ما في مشكلة، اي عذاب. بدي امر ازور كم رفيق ادمه، بتسلى انا وياهم شوي. الوفا من طبعك بابا، شكرا كتير. اهلا وسهلا بنتي بتكرمي، بس انت لا توعي بالمشاكل وكله هي. بعرف اني عذبتكم بمشاكلي بدون ما اقصد، بس بابا انا بوعدك من اليوم رح بعد عن المشاكل، ماشي؟ يلا بشوفك. ما بقى في لزوم تبعدي عن المشاكل يا بنتي، لأنه رح نترك المشاكل لأصحابها ونروح. مرحبا. سملا، ميت مرحبا. شكرا لك يا عمري. انت صراحة جاية مشان إلا لعدنان، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك، تفضلي. أهلين ملك. أهلين عدنان. معزبة حالك؟ لا شو هالحكي. فوت تفضلي. تفضلي. فاجأتيني كتير على فكرة، ما كنت متوقعك تجي. وانت كمان بآخر فترة فاجأتني كتير. عزت مو هون؟ عزت مو هون، الصبح بكير راح، طلع عنده شغل. يسلم أخي. أمي، الشرطي سمح لنا بالزيارة، رح نشوف حسن بس ما منطول. يلا. في لك زيارة، تفضل. شكرا، يعطيك العافية. أخي عزت، كيفك؟ مشتاق لك. كيفك حسن؟ أنت منيح؟ كله بخير. إيه منيح تمام. حسن أكيد محتاج أي شيء أماني إلي. لا أخي يسلموا إيديك. اسمع، بدي أعرفك، هاي الملاك هي أمي. ليك هلأ بصراحة أمي شافت الحجاب اللي أنت هديتني إياه، ماشي؟ وحبت تحكي معك شخصيا،
هلا هي حابة تسألك عن شوية شغلات. ابني قدريت انه هاد إلك؟ هالحجاب منين جبته؟ قلي، قول ان شاء الله بينفك اسرك. قول. ليك حسن، انا بعرف انك مالك فهمان شي. اسمعني، من زمان كتير امي اشتغلت بايدها الحجاب لابي. حسن، نحنا من زمان ما منعرف اي شي عن ابي. قالوا انه توفى، بس قبره لهلا مهجور، عايشة على أمل لاقي بحياته. قلبي ما قال لي إنه ميت. آغا اسمعني، من حوالي كام سنة تقريبا واحد راعي عطاني إياه، زلمة كتير طيب. والراعي هاد وينه هلا؟ كيف كان شكله؟ شفته فوق بالجبل خالتي، هو مو طويل، مو كتير بتذكره، بس كان نحيف شوي، واسمه رمزي غالبا. جمال أخي ما كان نحيف. أكيد بده ينحف طبعا يا آغا، بعد كل هالسنين يعني شو كان عم يشرب ولا عم يأكل؟ طيب لحظة، بلكي هيك بتعرفه. شوف، شفته من زمان ما بتذكره، ماني متأكد منه يا عزات، بس كأنه بيشبهه شوي. تأكد، الله يرضى على اسمك، تقبر قلبي تطلع فيه وتأكد. تذكرته؟ كأنه بيشبه شوي بالملامح. إذا بتحب نور ممكن تجي وتغير لك على الجرح هون. أنت أنقذت أخوه قد ما كان. مو لحالي عملت هذا الشيء، نحن اثنين أنقذناه. مرت عمي السفرة جاهزة، تفضلوا يلا. افطري معنا أمي، شاركينا السفرة يلا. معلش أنا بدي أمشي هلأ من بعد إذنك، غير مرة. عادي ملاك، تفضلي شاركينا، خلينا نكسبك هالمرة على الأكل. وبلكي المعلمة عندها شغل، خليها براحتها. إيه أنسي ملك، خليك يفطري معنا. أنا وخالي فاطمة عملنا بركة كتير طيبين، طلعوا بجننوا. إيه بس ما رح طول، شوي بس وبدوق البرك من بين إيديكي. يلا. تفضلي، عادي. والله هالبرك شكلهم طيبين كتير، يسلموا إيديكم. صحتين وهنا. ولك انت شو عملتي؟ ولك هذا السمية اللي عم تخلطيه معه؟ ايه هيك بينباعوا معك اكتر. ولك روحي من هون، شلون رح ينباعوا؟ ها؟ شو شايفتيني؟ مجنون مثلك رح تبيعهم؟ ليش؟ شو الفرق ما انت بتسمم الناس بلسانك؟ حطيتهم عندك مشان تعرف الناس سمك الوسخ. ما كان ناقصني غيرك يا مجنونة، لا تخليني اعصب عليكي اكتر من هيك. روحي من هون يلا، ولك انقلعي، انقلعي احسن ما قتلي فيكي، انقلعي. ولك روح روح. المدير موجود بمكتبه؟ مو موجود، فات على الاجتماع مع المدرسين. وامتى بيطلع؟ شي ساعة بالكتير وبيخلص. طيب بستنى لك أنا. يعطيك العافية. خليني حط لك بس واحدة كرمالي أنسى ملك. لا شكرا كتير زهرة، والله شبعت. يسلموا إيديكم، طعمتهم كتير طيبة. صحتين وهنا على قلبي. برك خالتي فاطمة ما عليهم كلام أبدا، لسه إذا بتاكلي الحلو والقطايف من تحت إيديها ما بتنسي طعمتهم بحياتك. شي يوم بعمل هون ومنازمك تدوقيهم إن شاء الله.
صباح الخير يا جماعة. يا صباح النور يا بنتي. أهلين بنتي دلال، تعالي تعالي لهون. تعي بنتي تعي تعي عدي. مرت عمي خبرتني، نشكر الله على سلامتك. كيف صرت؟ منيح، ما فيني شي. كنت خايفة عليك كتير، فقت الصبح بكير مخصوص لحتى أعمل خبز التنور على إيدي، قلت بتاكلوه سخن. يسلموا بنتي يسلموا، عذبتي حالك. ليش متعبي حالك يا بنتي؟ مع أنه طعمة الخبز من تحت إيديكي بتشرح القلب من الصبح. من زمان كتير مشتهيته والله. تكرم عينك مرت عمي، عدنان كمان بيحبوا الخبز التنور. دلال خطيبته لابني عدنان ورح يتجوزوا عن قريب. حلو كتير، ألف مبروك إن شاء الله، فرصة سعيدة. ملك خانم معلمته لنجلة وزهرة بالمدرسة يا دلال، يعني كانت معلمته. لأنه هالكم يوم ما رح أقدر داوم، بس إن شاء الله بهاليومين رح أرجع دوامي، ناطرة خبر من الوزارة إذا الله راد. زهرة روحي، ممكن تورجيني على أوضتك؟ من زمان حابة أشوفها. هي ما عندها أوضة، قومي فرجيها على أوضة علي، مو عم تنامي فيها؟ المرة متجوزة وأكيد بتنام بأوضة جوزة. ما هي زهرة، أنتي عم تنامي مع علي بأوضته؟ خلينا نروح هلا على هالضيعة وندور على أبوك عزات بسرعة. أمي استني، ما بنعرف لسه إذا أبي عايش ولا لا، أنا بروح وبتأكد. روحتك ما لها لزوم. ما لها لزوم؟ شلون يعني؟ أنا بدي روح معك، بدي أتأكد من هداك الراعي وشوفه بعيني. مرتخي أنت روحي على القصر وارتاحي، أنا وعزت منشوف القصة، وإذا عرفنا أي شيء منخبرك دغري. عزت وصلها لأمك على القصر، خذها وروح، وبعدين الحقني على المحل وبنروح لهنيك سوا بس تجي. ماشي يا عمي، معناتها استناني ما بدك. يلا يا غالي. قصدي بنام معه بالغرفة بس، يعني هيك. شو يعني هيك؟ انتو كيف بتعملوا هيك بالبنت؟ البنت لساتها صغيرة. اسمعي، علي جوزة بالقانون وبالشرع كمان، ولا انت في عندك اعتراض على هالشي هاد كمان يا ملك خانم؟ انا مو ما ترضى على فكرة الزواج، بس ما ترضى عليكم انتو وعلى طريقة فهمكم للموضوع. ومين انتي لتحاسبينا؟ وهون بنص أسرنا؟ مواعظك وأحكامك كلها بتفرضين على طلابك انتي. مو هيك الموضوع ستي، لحظة. ملك بس خايفة على زهرة مو أكتر، شبنا هي كل القصة. القصة أني مستغربة كيف عايشين، لأنه يلي مثلكم ما بيعرفوا شي عن الإنسانية.